بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خفض الأسعار بنسبة 10 إلى 30%، نزلنا في جولة في عدد من السوبر ماركتس والسلاسل التجارية علشان نعرف مدى التخفيضات وهل التخفيضات دي لمست المواطن ولا لا. الانخفاض كان في الزيت والرز والسكر اهو. السكر بس في برضو بعض سوبر ماركتات منزلة سكر بزيادة، يعني 39 و37، هنا ب27 كويس سعره، هو 27 معقول. الرز والدقيق والمكرونة، الزيت، اللبن، السكر انضبط بشكل كويس، الرز نزل شوية تقريبا، الزيت لكن في لكن برضو نرجع نقول ما انخفضش نفس المستوى اللي المفروض كان ينخفض بيه موازاة بارتفاع مستوى الارتفاع بتاعه. يعني مثال على الزيوت مثلا انخفضت حوالي 20%، ودي اكتر حاجه انخفضت يعني الفتره اللي فاتت، اللي هو زيت الخليط اللي احنا يعني استخدامه اكتر في كل البيوت. مثلا عندك المكرونه نزلت حوالي 10% تقريبا، ونزول في التونه، نزول في الدقيق، في الرز، نزول في منتجات الالبان، في الجبن البيضه. عندك منتجات الالبان مثلا كنا بنبيع ب 47، النهارده بنبيع ب 42، بنبيع حاجات في برضو بعض الانواع وصلت 35 جنيه. الجبن البيضة 500 جرام مثلا في بعض الشركات وصلت 50 جنيه، لا وصلت النهارده 40 و41. حاجة زي بند الشاي في الربع الواحد نزل 10 جنيه، حاجة زي الزيت الحلوة كانت من كام يوم كده كانت ب 85 جنيه، ال700 دلوقتي بقت ب 55 جنيه، والسوق مليان. حاجة زي السكر كان ب 60 جنيه، دلوقتي بقت ب 35 جنيه وموجود في كل السوبر ماركات. يعني انا شايف ان الحاجه مثلا في حاجات كتير طلعت مثلا بال10 وال20 جنيه بس بتنزل ببطء رهيب، فالطبيعي يعني ان هي تنزل زي ما طلعت جامد، ودلوقتي لو الاسعار كلها بتنزل المفروض تنزل صح زي قبل كده. فانت بتتكلم ايه، منتج لو ب 50 جنيه نزل 5 جنيه ولا 3 جنيه فاستيل غالي، 45 جنيه غالي. السكر كنت بجيبه بدور عليه مش لاقيه، بجيبه ب 65 جنيه و70 جنيه و60 جنيه، دلوقتي بقى متواجد بس مش كتير، فاهم يعني قليل لما تدور عليه وتجيبه ب 37 جنيه. 37 جنيه ده برضه بالنسبة لي غالي، بس هو أرحم من الفترة اللي فاتت، أرحم من قبل رمضان ورمضان والكلام ده كله. ونصيحتي للتاجر، طالما هو كان في فترة ارتفاع السعر كان كنا معاه، يعني كل الناس بتتأثر بالسعر اللي هو المرتفع، اللي هو بيبقى طبعا غصب عنه ما بيبقاش، وبرضه في حال نزول الأسعار لازم ينزل بالسعر.